بصبح عليكم وبصبح على مشاهدينا في كل مكان. وتعالوا مشاهدينا دلوقتي نستعرض مع بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر، وهنبدأ طبعا بالقاهرة وبالتحديد من كوبري أكتوبر اللي بيشهد كثافات مرورية متقطعة لا تؤثر على معدل الحركة، لكن شارع رمسيس بيشهد كثافات مرورية تبدأ تقل بالتدريج لحد ما نوصل لحد غمرة. كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين عليه كثافات مرورية، أما شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر بيشهد سيولة مرورية وده لحد منطقة الزاوية الحمراء. في كثافات نسبية عند الويلي والحد كوبري الساحل والأمرية. أما الكورنيش من المظلات لحد وسط البلد في كثافات مرورية بسيطة ومتقطعة. أما المتجه للمؤسسة في سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عند المظلات. تعالوا نكمل جولتنا المرورية في شوارع الجيزة ونبدأ من شارع الهرم اللي بيشهد طبعا كثافات مرورية والكثافات بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة سير السيارات وده بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية. في كمان كثافات للمتجه لكوبري الجيزة المعدني وفي شارع فيصل كمان في كثافات مرورية بتبدأ من محطة المريوطية ومكملة معانا لحد كوبري فيصل. كمان بتظهر كثافات تانية في شارع السودان لحد جامعة القاهرة وميدان النهضة ولحد ما نوصل لمناطق بولاق ومبابة. أما محور صفت في كثافات مرورية بتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. القادم بقى من أكتوبر ومتجه للدائري مازال الطريق مغلق والاتجاه إجباري عبر نفق حازم حسن ومنه المحور 26 يوليو اللي بيشهد سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات البسيطة قبل طلعة الدائري. تعالوا نروح اسكندرية في كثافات بسيطة عند كوبري ستانلي وكمان في كثافات متفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش. أما باقي الشوارع الجانبية فيها سيولة مرورية نسبية. شارع جمال عبد الناصر في كثافات مرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب. نفس الموضوع في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مرورية ولكنها متحركة. تعالوا بقى نروح لحد أسوان ونبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة اللي بتشهد سيولة مرورية، وعلى طول الشارع هنلاحظ إن في كثافات مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطر اللي هناك اللي بتشهد حواليها كثافات مرورية. كمان في كثافات مرورية في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي لمستشفى أسوان الجامعي في بعض الكثافات المرورية. كده خلصت جولتنا المرورية ونكمل معاكم جولتنا عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وفي نشاط للرياح محدود على بعض المناطق مع وجود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. كمان في فرص لأمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 33 درجة، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 39 درجة، وأقل درجة حرارة هتكون في مطروح 26 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شويه.